عاجبني جدا ان احنا في بلدنا ما بنعملش اي حاجه الا لما نكون دارسين لها، يعني بندرس ونختار ونجيب اللي فاهم كويس جدا. ما عادتش بقى ايه، يلا يا ابني هات شكرتين اسمنت واطلع اضرب لي وش بوهي هنا على المبنى ده وقول لي مش عارف مين ونوره لي. لا، في دراسات بتتعمل علشان استفيد صح، عشان المره دي انا بدفع قرش، ولما بدفع فلوسي، وطبعا دي ملايين مش قروش، انما لما بدفع فلوسي لازم اطلع بعائد كويس من الفلوس اللي انا هدفعها، ويكون حاجه بمستوى يليق بمصر. اتفرجوا على ميدان التحرير ده كمان سنه هيبقى شكله عامل ازاي مع المتابعات اللي انتوا شايفينها بتحصل. طب خلونا انقلكم بقى بمناسبه الدراسات. النهارده اعلنت قناه السويس عن زياده جديده في رسوم، او زياده في رسوم العبور لعام 22 لجميع انواع السفن العابره تصل الى 6%. 6% يعني لو كنت بتدفع 100 جنيه مثلا 100 جنيه هتدفع 106 جنيه مع تثبيت سعر او رسوم عبور سفن الغاز الطبيعي المسال والسفن السياحيه فقط لا غير. على الهاتف الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. مساء الخير سياده الفريق. اهلا بيك فندم. اهلا وسهلا. لماذا الزياده يا فندم؟ وزي ما حضرتك قلت طبعا احنا في دراسه مستفيضه بقى لها يمكن شغاله بقى لها زياده عن 3 شهور. احنا بقى لنا 7 سنين ما عملناش اي نوع من الزياده، بل بالعكس 2020 احنا عملنا تخفيضات كبيره عشان ظروف الكورونا والسوق الاعلامي وحركه الملاحه اللي كانت قلت. لكن بالدراسه دي طبعا احنا يعني بنطبق بالدراسه دي يعني استراتيجيه تسعيريه كده تسويقيه متوازنه بنحقق بيها مصالح الحياه والعملاء وبنراعي ظروف الاقتصاد العالمي. تمام. الدراسه دايما بتمر بتبقى في عينيها قدامها هذا الموضوع يعني. احنا بنقول عندنا خبراء يعني موجودين في الوحده الاقتصاديه درسوا الموضوع ده كويس جدا وشافوا ان المؤشرات الاقتصاد العالمي بتزيد بنسبه حوالي 6% في 2020. برضه المؤسسات الماليه وارتفاع الطلب على النقل البحري زاد بمعدلات حوالي 6.7%. احنا شايفين في رواج في النقل البحري، احنا بنقدم خدمه متميزه، وبالتالي برضه لازم دايما نبص وندرس ونذاكر وفي الاخر. كويس. طيب وهو انا عايز اقول لحضرتك حاجه. قناه السويس ودخل قناه السويس ارتفع في الاونه الاخيره، ودي حاجه كنا بنتناقش فيها بالامس ورصدتها الوكالات العالميه الاقتصاديه ان في ارتفاع في دخل قناه السويس. هل تتوقع ان ممكن بعد ارتفاع او رفع الاسعار العبور ان ممكن هذا الدخل يقل شويه؟ لا ما اعتقدش محمود، لا هيزيد ان شاء الله. هيزيد. انا بقول لحضرتك احنا طبعا احنا الدراسه بقول لحضرتك احنا عاملين دراسه مظبوطه ونسبه 6% دي بالذات يعني ليه مش 10% ليه مش 5%؟ ما هو انا بالظبط ليه ما انا كنت ده السؤال الثاني. طب ليه مش 5؟ ليه مش 7؟ ليه مش 10؟ يعني احنا بندرس يعني احنا الحدود اللي قالوا لي عليها اللي احنا بنستنى عليها ان احنا ممكن نزود من 5 ل 7% طبقا للظروف العالميه الموجوده دلوقتي وحسابات الوقود وحسابات المراكب اللي بتتحرك يعني ونشوف ان الشيب بيلدنج اللي بيبني ايه والسفن الغاز بيحصل فيها ايه وكل الكلام ده. فاحنا اخترنا بصراحه الوسط اللي هو 6%، لكن لو كنا طلعنا لل 7% ممكن زي ما حضرتك تقول كان ممكن عدد السفن ممكن يقل. احنا بدراسه مستفيضه احنا وصلنا ان احنا انسب حاجه 6%، ده مش رقم كبير ما ياثرش على العملاء ويدينا نسبه ان احنا نقدر نحسن برضو المرفق ده يعني الفلوس دي بتخش عشان تحسن المرفق على طول السنه. هل في طبعا تم اختار كل الوكالات العالميه وكل شركات الشحن العالميه، هل في اي رد فعل جالكم حتى الان؟ لا هو لسه القرار نازل النهارده وهيطبق لسه في فبراير اللي جاي، احنا دايما بندي 3 شهور عشان الجداول الملاحيه الوكالات تعملها، لكن انا ما افتكرش ان هيبقى في يعني ردود افعال يعني لان الرقم ريزنبل يعني ما عملناش رقم يعني كبير ومحسوب. هو حتى لما هيحسب برضه هيلاقي برضه ان ما زالت قناه السويس هي الاوفر وهي الارخص وهي الامن وهي الاصل. طب ليه لم يتم تطبيق هذا القرار على سفن الغاز والطبيعي المسال، وليه لم يتم تطبيقها على السفن السياحيه؟ شوف هو سؤال جيد طبعا. احنا زي ما بيقول حضرتك احنا دايما بنراعي حرصنا على العملاء بتوعنا، فاحنا شايفين طبعا السفن السياحيه هي كانت الاكثر تاثر بازمه كورونا. طبعا هي طبعا وهي يعني قطاع السياحه كله بالكامل طبعا خسائر كبيره جدا في العالم كله مش في مصر بس. فاحنا برضو راعينا ان احنا نسيبها خلال السنه دي زي ما تشد نفسها شويه وتشتغل لان فعلا في خسائر فادحه عندهم. طبعا
برضه احنا بنراعي الموضوع يعني، ما لناش برضه كده يعني شفنا بدراسه طبعا كل الانواع، دراسه على كل الانواع كويس بحيث ان انت تضمن الجذب السياحي وتضمن ان هو يستخدم المعبر ده في رحلاته القادمه. واديله فرصه برضه يعني السنه دي كمان يمشي يعني يظبط نفسه. الغاز المسال احنا كنا في نوفمبر ده، في اول نوفمبر كنا حطينا منشور، احنا كنا عاملين لهم تخفيضات حوالي 25% في الغاز المسال. ف من اول نوفمبر خلينا التخفيضات دي على 15%، معنى كده ان احنا زودنا حوالي 10%. كويس، فبالتالي ما ينفعش ان انا ازود عليه تاني. انا بقول لحضرتك احنا بنراعي يعني، بتدرس كويس قوي. انا بكون مبسوط يا سعاده الفريق، انا يعني يا سعاده الفريق انا اسف، بكون مبسوط جدا لما احنا ناخد قرار واحنا شايفين رجلينا راحه فين. يعني انا بناقشك علشان ابين للساده المشاهدين ان هي قناه السويس دي اعرق ممر ملاحي في ده، انت عندك خبراء، ده انت دارس كل حاجه بتفاصيلها كويس قوي. طب سؤالي الاخير بعد اذن حضرتك، متى يعاد النظر في تسعير المرور خاصه في توقعات بعد زياده اسعار الوقود بشكل كبير جدا جدا في العالم، وزياده اسعار السلع بشكل كبير جدا جدا في العالم، ان يحدث اقبال في الفتره القادمه؟ هل هتسيبوا الامور كده ولا بتعيدوا النظر في التسعير بعد فتره، وهيكون ده امتى؟ هو احنا طبعا احنا في كل سنه لازم نعلن في اخر السنه ايه اللي هيتم السنه الجايه، سواء تثبيت الاسعار او تخفيض الاسعار العبور رسوم العبور او زياده رسوم العبور. احنا في كل سنه خلال السنه دي بندرس ثاني ونشوف ايه الموقف، وبنتكلم مع العملاء ونشوف السفن اللي دخلت الاعداد بتاعتها قد ايه وايه الدخل اللي حصل، وبنقارن بين المقارنات، وبالتالي نرجع نقيم تاني. وبنقعد بقى من بعد شهر 6 كده تقريبا او شهر 7 بنبدا نبدا السنه الجايه هننفذ ايه. يعني المنشور ده احنا نزلناه النهارده لكن هيطبق من فبراير اللي جاي، يعني ندي برضه فرصه 3 شهور للتوكيلات تعمل حساباتها وللخطوط الوصول الملاحيه تعمل الجداول بتاعتها، لان ما بيعملش يوم بيوم، بيعمل الثلاث شهور على الاقل او 6 شهور. فبالتالي احنا ايه كل سنه لازم نحدد، فاحنا بقى لنا 7 سنين لو تفتكر حضرتك، 7 سنين ما زودناش. ده صحيح، ما انت حضرتك قلت لنا هذا الكلام قبل كده حتى في الحياه اليوم، قلت لي احنا علشان نضمن مرور السفن فاحنا بقى لنا 7 سنوات، وده معناه ان احنا عدنا مره اخرى واستطعنا ان احنا يعني المعبر ده اصبح عنق زجاجه او اصبح من اهم المعابر في العالم، وهو ما زال اهم معبر في العالم للتجاره العالميه. سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح والعمل.